لا تفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. دي بشارة نبوية، ساعة كتير لتحقها، من الصحابة والتابعين المسلمين 8 قرون ونص عشان يحققوا البشارة ويفتحوا القسطنطينية. ده بسبب موقعها المتميز اللي خلاها أحسن مدينة مهمة عرفها التاريخ. نابليون قال عليها لو كان العالم كله دولة واحدة لكانت القسطنطينية عاصمتها. اضطر المسلمين بسببها انهم يفتحوا كل مدن الدولة البيزنطية عشان يقدروا يفتحوها. عاوزك تتخيل مدينة اتحصرت 11 مرة، اولها سنة 44 هجرية من وقت الخليفة الاموي معاوية بن ابي سفيان لحد ما وصلت لمحمد الفاتح. كل المحاولات دي ما نجحتش، فتخيل ايه ممكن يكون شكل تحصينات المدينة. مدينة القسطنطينية كانت عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالمية من 3 جهات، بحر مرمرة ووادي البسفور والقرن الذهبي، ومحاطة بالأسوار العالية من جميع الجهات حتى اللي بتطل على المية، وفي الجانب الغربي وهو الجانب البري الوحيد للمدينة. وكان طول السور بيوصل ل 7.5 كيلومتر متصل، وما كانش مجرد سور كبير، ده كان عبارة عن سور ثلاثي مكون من 3 أسوار مرتفعة بيفصل كل سور والتاني مسافة كذا متر. ومش بس كده، ده كان قدام السور الضخم خندق عرضه 20 متر وعمقه 10 متر مليان بالمية. وكانت وسيلة الدخول الوحيد للمدينة هي جسور عند كل بوابة، واللي كانت بتتنسف بمجرد وجود أي خطر أو حصار على المدينة. أما طريقة الدخول من البحر، الجانب الجنوبي والجانب الغربي المطل على بحر مرمرة ووادي البسفور كان محاط بسور ضخم هو كمان بمسافة 8.4 كيلومتر، والجانب الشرقي دي كانت مقفولة بسلسلة ضخمة كانت بتمنع السفن من الدخول للقرن الذهبي من الأساس. طال لمدة سنة يستعد للفتح، فجمع جيش كبير جدا حوالي 100,000 ل150,000 جندي، وجهز الجيش بأقوى وأحدث الأسلحة زي البنادق اللي كانت طفرة وقتها والبارود والمدافع، وصرف فلوس كتير جدا في الموضوع ده. وما اكتفاش بكده بس، ده كمان جاب مهندس مجري اسمه أوربان ودفع ليه ضعف الفلوس اللي طلبها عشان يصنع مدفع ضخم، وفعلا نجح في عملية التصنيع. وبعد تجربة أبهرت الجميع خرج المدفع السلطاني للنور، وكان أكبر وأضخم مدفع في العالم في وقتها، ووصل مدى القذيفة الواحدة لأكثر من 100. ونجح السلطان في أنه ينشئ أسطول بحري من الصفر، وكان وصل عدد السفن ل 126 سفينة، وبنى حصن كبير سماه روميلي حصار في 4 شهور بس، الأمر اللي خلى المؤرخين يعتبروها معجزة معمارية، وكانت في أضيق نقطة في مضيق البسفور على الجانب الأوروبي. عشان تبقى مقابلة الحصن أناضول حصار اللي في الجانب الأسيوي عشان يقطع أي إمدادات ممكن توصل للقسطنطينية من البحر الأسود. 15 إبريل، وأول حاجة عملها أنه حط خيمته في وش بوابة سانت روماس وصلى ركعتين لله، وبعدين لف على الجنود والقادة ووزعهم في أماكنهم، ونصب المدافع قدام سور المدينة بما فيها أهم مدفع وهو المدفع السلطاني. بعدين بعت لقسطنطين رسول عشان يقوله سلم المدينة وليك الأمان على نفسك وفلوسك والحشية بتاعتك، وأنه لو عايز يخرج من القسطنطينية ويروح لإخواته ديمتريوس وتوماس في اليونان فليه الأمان أنه يخرج بكل ممتلكاته وكمان اللي يخرج من شعبه معاه. لكن قسطنطين رفض تسليم المدينة، فأعلن السلطان الحصار على القسطنطينية، وتاني يوم عطى الأوامر أنهم يبدأوا ردم أجزاء من الخنادق، وللمدفعية الإشارة ببدء قصف الأسوار. وقتها الكل اتفاجئ بقوة وضخامة المدفع السلطاني، واستمر القصف لمدة 2 أسبوع. لكن عشان سماكة وحجم الأسوار ما نجحش القصف في الاختراق ده، بجانب ان البيزنطيين كانوا بيصلحوا اي فتحات في الأسوار وبيردموها بالليل في الوقت اللي كان العثمانيين بيريحوا المدافع عشان ما تتدمرش من سخونة الضرب، واستمر الوضع على ما هو عليه، دول بيضربوا اقتحام للمدينة. وكانت في يوم 18 إبريل اتحرك المسلمين ناحية الأسوار وبدأ يضربوا في الحراس اللي فوق السور، وكان الانتصار للبيزنطيين عشان كانوا بيضربوا من فوق السور بالسهام والنار الإغريقية، بس للأسف فشلت محاولة الاقتحام. حصلت مواجهة بين السفن الجنوية والسفن العثمانية، وأثبتت السفن الجنوية قدرة كبيرة على المواجهة وعشان حجمها الكبير ومدافعها الضخمة. وكان طاقم السفينة ده من الطراز الفريد لأنه خبرة قديمة جدا من قبل تأسيس الأسطول العثماني أساسا، وكان الالتحام كبير جدا وشديد واتحرق فيه سفن عثمانية كتير. ولما الفاتح شاف المشهد ده نزل بنفسه للبحر ونادى السفن العثمانية كلها أنها ما تنسحبش، بس اضطر قائد الأسطول وقتها أنه ينسحب في الآخر، ونجحت السفن الجنوية أنها تعدي وتخش القرن الذهبي وقفلوا القرن بالسلسلة وراه.
بعد المعركة البحرية دي عدد الجنود اللي وقعوا كان كبير جدا ووصل ل 12,000 شهيد. فاتح بتنفيذ خطة مستحيلة وهي نقل جزء كبير من الأسطول البحري من ميناء الدبل كولن للقرن الذهبي، وكانت خطة في منتهى السرية والدقة. فبدأ الجنود يمهدوا الطريق اللي كان عبارة عن مرتفع ورصوا خشب شجر على شكل قطبار وحطوا عليها زيت وشحم عشان يسهلوا حركة السفن فوقها، وفعلا نفذوا الخطة بالليل وكانت السفن بيسحبها التيران والجنود. وسقط الكلام ده كان بشكل سري جدا لأن محمد الفاتح أمر المدافع إنها تضرب طول الليل عشان يشد تركيز البيزنطيين للناحية الغربية للمدينة، وأمر كمان إنهم يولعوا نار عشان الدخان يحجب الرؤية عن البيزنطيين، وأمر إن زبول الحرب والطبول العسكرية تشتغل بأعلى صوت عشان تغطي على أصوات التيران وحركة السفن. المعجزة ما كانتش إن السفن مشيت على الأرض بس، ده كمان نقلوا 67 سفينة في ليلة واحدة بكل سرية. ولما طلع الصبح اتفاجأ كل سكان المدينة إن السفن العثمانية بقت داخل القرن الذهبي، وبعد كسر تأمين القرن الذهبي ده أثر جدا على نفسية البيزنطيين فاتصابوا بالصدمة وعزيمتهم قلت، وده كان بخلاف المسلمين اللي روحهم المعنوية كانت في السماء وقتها وقدروا إنهم يمسحوا أي أثر سلبي للهزيمة البحرية. وكان الغرض العسكري محاصرة المدينة من كل الجهات وتقليل الضغط على المسلمين في الجانب البري. وب 24 و 25 مايو حصلت أحداث وظواهر غريبة في المدينة رجعت العزيمة للجنود والقادة من جديد، وكانت آيات من ربنا لتثبيت المسلمين. الظواهر دي متسجلة في تاريخ الغرب على إنها صدف ملهاش معنى، بس في تاريخ المسلمين هي تثبيت من ربنا وجنود بتقاتل مع المؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أول ظاهرة كانت يوم 24 وكان القمر بدر وحصل خسوف، وده عمل رعب للبيزنطيين بسبب نبوة قديمة ومتسجلة في كتب التاريخ تنسب لمؤسس المدينة من 1000 سنة. والنبوءة دي كانت بتقول أن القسطنطينية ستسقط في يوم يظلم فيه القمر في الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه كاملة، يعني القمر هيكون كامل بس هتحصل ظلمة وبعدها هتسقط المدينة. والخسوف كان على شكل هلال واللي كان شعار العثمانيين وقتها. تاني ظاهرة وهي ضوء أحمر حوالين كنيسة آيا صوفيا، سكان المدينة شافوا ضوء أحمر قوي حوالين قبة الكنيسة وبعدين اختفى. الضوء ده شافه محمد الفاتح وجيش المسلمين من مسافة 5 كيلومتر. البيزنطيين قالوا ده الملاك اللي بيحرس المدينة وكان قاعد في الكنيسة وقرر يمشي عشان المدينة هتقع خلاص، وده عمل لهم رعب وهلع فظيع. ومع حالة الفزع الشديدة اللي حصلت لهم قرروا يعملوا قداس ضخم. وتاني يوم 25 مايو صحت السكان لقوا المدينة كلها ضباب شديد وما كانش حد شايف قدامه متر واحد حتى طول النهار، وده عمل لهم رعب أكتر وتأكدوا إن المدينة هتقع خلاص. المسلمين لما شافوا كل العلامات دي وتثبيت ربنا ليهم والرعب اللي حصل للكفار فرحوا واستبشروا بوعد الرسول وتأكدوا ان النصر ربنا قرب. وقتها بدأ محمد الفاتح ينظم الجيش تاني عشان ينفذ اخر محاولة اقتحام، فاستمر في القصف وردم الخنادق، فقرب المدافع شوية للسور فبقت اقوى وتأثيرها اشد وعطى راحة اجبارية للفرق اللي هتقتحم. وعلى الجانب الايماني كان الجيش كله صايم تقربا لله وكان التكبيرات والقرآن ما بتقفش في معسكر المسلمين، فده رفع الروح المعنوية للجنود قبل الاقتحام. والفاتح وقتها صرف مكافح الجيش العثماني في تنفيذ خطته وعالت أصوات التكبير في صفوف المسلمين، والأول مرة بدأ الضغط على جميع الأسوار في نفس الوقت. طبعا ده شتت البيزنطيين وتوزعوا على جميع الأسوار وقلل الضغط على بوابة سانت روماس، وبدأت أول مواجهة للاقتحام بقوات الباشي بازو واللي ما كانتش أقوى الفرق في الجيش العثماني، واندفعوا في الهجوم وقتلوا بكل قوة. واستمرت أعمالهم العسكرية لمدة 2 ساعة ونفذوا الغرض من الخطة وهو إنهاك حامية المدينة، وبعدين انسحبوا حسب الأوامر. افتكر البيزنطيين إنهم خلاص هيبدأوا يرتاحوا، فجأة بدأت الموجة التانية من الهجوم، ودول كانوا فرقة الأناضول واللي كانت قوات احترافية نظامية، بدأت في الاشتباك وعلى صوت التكبير مرة أخرى واشتد الهجوم على أسوار المدينة. وكان الهجوم المرة دي أشد 1000 مرة من قوات الباش بازو، مفضل القتال طول الليل. هزيمة كاملة واتفتحت كل الأبواب واتقتل قسطنطين 11، ودخل محمد الفاتح القسطنطينية على ظهر حصانه الأبيض منتصر وكان في عمر 21 سنة، ونزل من على الحصان وسجد شكر لله على الفتح وعلى تحقيق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام على إيده. وبعدها أمر فرقة عسكرية لحراسة أهم مواقع المدينة زي الكنائس عشان محدش يتعرض لها بسوء من الجنود، وأمن الناس على ممتلكاتهم وطلب منهم الرجوع لبيوتهم وأمر إن الأذان يرفع. وكان وقت صلاة العصر دخل فصلى العصر في آيا صوفيا